نحن نحاورك اليوم بعد مرور عامين أو ذكرى العامين على اندلاع هذه الحرب الروسية على أوكرانيا. كيف تقرأ هذا المقال تحليلكم؟ هل فعلا أوكرانيا بحاجة لصواريخ بعيدة المدى في حين أن الولايات المتحدة ذرعتها أنه نحتاج إلى استراتيجية ضد روسيا طويلة المدى؟ أولا شكرا على استضافتي، صباح الخير لك وللمشاهدين. من الصعب ألا أوافق الرأي مع نهاية هذا المقال، لأننا نحن نعرف أننا بحاجة إلى الذخائر طويلة المدى، من دونها لا نتمكن من تدمير لوجستيا القوات الروسية، ونحن نعرف أن ذلك ساعدنا كثيرا ولا سيما بعد استخدام ذخائر هايمارس في سبتمبر من العام 2022 لتبديد الكثير من الأسلحة الموجودة في الميدان. ومن نعرف أن كانت روسيا كانت نجحت في السيطرة على منطقة خرسون، ولكن حينها نعرف أن الهايمرس من عيار 120 كانت ضرورية لاستعادة هذه المدينة. نعرف أن بعد عامين من بداية هذه الحرب تكيفت روسيا مع الوضع، ونحن نعرف أنه تم إبعاد كل هذه الذخائر عن الخطوط الأمامية، وبالتالي نحن بحاجة إلى 300 كيلومتر من الذخائر طويلة المدى من طراز هايمارس، بالإضافة إلى طائرة النفث المحاربة للعمل في منطقة القرم، ولولاها لن نتمكن من استعادة الخطوط الأمامية. أنا لا أتكلم عن الفوقية في الفضاء الجوي، نعرف أنه لا يتم السماح للعملية أو للهجوم المضاد الأوكراني أن يتمكن من تحقيق كل أهدافه خلال الصيف الماضي، ولكن بحسب المعايير الغربية يقال أنه من الممنوع حتى أن تبدأ مثل هذه العمليات من دون الحصول على فوقية في الفضاء الجوي، وهذا سمح لروسيا أن تتمكن من الرد على هذه الهجمات. ونعرف الآن أنها تستخدم القنابل كما أنها تطلق من أراضيها الذخائر 70 إلى 80 كيلومتراً. يعني أنت تقصد أن القدرات العسكرية لروسيا أهم بكثير في هذه المرحلة من القدرات العسكرية الأوكرانية، وبالتالي يعني نسمع الجيش الأوكراني، الرئيس الأوكراني يطلب المزيد من الذخائر، المزيد من الأسلحة والمزيد من الدعم العسكري من مختلف الدول. هل برأيكم هناك تقصير مباشر من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن الزعماء الأوروبيين باتوا على ثقة بحسب فورين أفيرز أنه تبعات انتصار بوتين أكبر تكلفة من دعم أوكرانيا بهذه الحرب؟ نعرف أن الشركاء الأوروبيين بدأوا يدركوا أن التحديات الأساسية في بعد انتصار بوتين في أوكرانيا أو في حال انتصر بوتين في أوكرانيا سيشكل خطرا على أمنهم. ونعرف أن دونالد ترامب قد يعود إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة خلال نهاية العام الحالي، وهو يدعي بأن الولايات المتحدة قد تغادر حتى تحالف الناتو كما ذكر مؤخرا، وقال أنه قد يستفز بوتين لفعل ذلك. بالطبع نعرف أن القادة الأوروبيين قلقون بشأن ذلك، ولا يملكون اليوم القدرة الكافية للرد على أي هجوم روسي في حماد. قررت روسيا أن تبدأ بغزو دول البلطيق، فنحن نعرف أنه بعد 3 أو 4 سنوات لن تملك أوروبا القدرات العسكرية الكافية للدفاع عن نفسها بدون أي دعم من الولايات المتحدة. نحن نعتمد للأسف كثيرا على الحلفاء الغربيين ولا سيما الولايات المتحدة القادة الأوروبيين، وعلى الرغم من أنهم يبذلون كل ما بوسعهم لن يتمكنوا من الاستبدال أو تقديم العون لنا بطريقة نفسها التي تمكن منها الولايات المتحدة نظرا للقذائف التي قد نحتاجها وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ المدى الطويل والتي ستساعدنا على مواجهة الهجمات
الصاروخية شهريا، ونعرف أن الدول الأوروبية لا تملك مثل هذه المخزونات، ومن دون الولايات المتحدة هناك خطر أن روسيا ستتمكن من احتلال المزيد من الأراضي خلال هذا العام. ونحن للأسف لن نتمكن من أن نستخدم كل هذه الأسلحة بالطريقة التي نريدها أو بالكميات التي نريدها، فليس بإمكاننا أن نرد على هذه الدولة الكبيرة ذات قدرات كبيرة كالدولة الروسية، لأننا نعرف أنها هي اقتصاد يعتمد على العسكر ويعمل أيضا على إنتاج القذائف والرصاصات التي يستخدمونها. فضلا عن ذلك وجدوا شركاء جدد مثل إيران وكوريا الشمالية التي تمدها بالطائرات المسيرة والقذائف، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية بحسب المصادر الأخيرة. هل برأيك فعلا أنه من أجل إحباط روسيا في هذه المرحلة الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية طويلة المدى؟ يعني تحدثنا عن أنه أوكرانيا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى، هل تفضل؟ Of course, we both need US. بالطبع نحن بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأمد كان على صعيد الولايات المتحدة أو أوكرانيا للانتصار في هذه الحرب، ونحن نعرف أن أحد الشروط للحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي هو السماح للتصويت من أجل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. للأسف لم نحصل بعد على هذا الدعم، ونعرف أن استراتيجية واشنطن لم تكن بالسماح لروسيا بالفوز في أوكرانيا، ونحن نعرف أيضا أننا بحاجة إلى دعم العسكري لإيقاف المد الروسي، ولكن نعرف أن ذلك لم يكن كافيا للانتصار. نعرف أن روسيا تعمل على استعادة بعض الأراضي، ونعرف أن كنا نسعى إلى استعادة بعض الأراضي التي تم دمها في عام 2014 مثل القرم وبعد ذلك دونيتسك ولوغانسك. بالتالي نحن علينا أن نغير استراتيجيتنا، لأن استراتيجيات الصادقة التي سمحت لنا للتصدي للهجوم الروسي في عام 2022 وليس للخسارة فيها ولكن لمحاولة قدر الإمكان الإيقاف روسيا، نفهم أن تمكننا من التغيير، وعلينا أيضا تغيير الاستراتيجيات التي كنا نعتمدها آنفا، وذلك للحصول على خطة طويلة الأمد للحصول على دعم عسكري لمحاولة توسيع عملياتنا، بالإضافة إلى الحصول على صواريخ وذخائر طويلة الأمد. كما نحن بحاجة إلى المزيد من إنتاج للذخائر، لأن نعرف أن روسيا تملك خمسة مرات لقدراتنا الصاروخية. دكتور مكسيم، اعذرني على المقاطعة من جديد، يعني من أجل الاستفادة من الوقت بدقيقة ونصف لو سمحت. اليوم وزير الخارجية الأوكراني يقول أنه أوكرانيا ستنتصر عاجلا وليس آجلا. من ناحية أخرى وزير الدفاع الروسي يزور مناطق تسيطر عليها قواته في أوكرانيا ويعتبر أنه روسيا في وضع تقدمي وهجومي. كيف تقيم وضع الجيشين في هذه المرحلة بعد عامين على انقضاء هذه الحرب أو على اندلاع هذه الحرب؟ Frankly, I didn't quite catch the print interpretation. Well, I suppose the comment. لمحاولة اختصار ما حصل خلال العامين المنصرمين، لا أعتقد أن أي من الدولتين تمكنت من تحقيق أهدافها. أعتقد أن روسيا فشلت في السيطرة على الأراضي الأوكرانية بالسرعة التي كانت تتوقع فهله، إذ كانت تقول أنها ستحتل كل الأراضي الأوكرانية بحلول أسابيع وأشهر، ولكن هذا ما فشلت في فعله. ونعرف أن أوكرانيا فازت بهذه المعركة قصيرة الأمد وهي المرحلة الأولى من هذه الحرب، ولكنها تحولت الحرب برمتها ولم تعد من مهمة قصيرة الأمد ولكن طويلة الأمد. ونعرف أن أوكرانيا فشلت في تحقيق أهدافها أيضا العام المنصرم، لأن روسيا تمكنت من تعزيز قدراتها الحمائية، ونحن قد وصلنا إلى طريق مسدود في الميدان، ولا يكمن لأي من الطرفين أن يغيروا الوضع بطريقة ملحوظة. ولفعل ذلك ولأوكرانيا بشكل خاص علينا أن نغير الاستراتيجية
المعتمدة والحصول على أسلحة إضافية من الغرب بما فيها أسلحة طويلة الأمد. وروسيا في الوقت عينه هي بحاجة لإنتاج المزيح من الأسلحة، ولذلك قد وافقت على تجميد النزاع على الخطوط الأمامية لأنها خسرت 50% من قدراتها العسكرية خلال العامين المنصرمين، وبالتالي هي بحاجة لإستعادة هذه القدرات لأنها لن تتمكن من استعادة كل الصواريخ والذخائر التي استنسفتها بالإضافة إلى غيرها في هذه الحرب، ولذلك هي بحاجة إلى وقت إضافي. ولكن تتفهم أوكرانيا الوضع وتفهم أن من خلال تجميد هذا النزاع، لأن نرى أنه من المستحيل أن نتوصل إلى تسوية بين الطرفين، وستستخدم روسيا هذا الوقت لإنتاج المزيد من الأسلحة والصواريخ، وبعد ذلك ستعتدي علينا مجددا كما حصل في عام 2014 بعد المرحلة الأولى من الحرب الشاملة التي بدأت حينها من خلال ضم شبه جزيرة القرم والنزاع العسكري في دونباس. شكرا جزيلا لك من كييف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية دكتور ماكسيم يالي على كل هذه المعلومات والإضافة.